وناشف وجارح وصادم ومباشر وقد ايه يكون مرهق للي بيتفرج. يعني دي قصدية، وده نوع من انواع الافلام لازم يروح في ده. ولذلك هو دايما طول ما هلاقي فرصة ان انا اغلس فانا هغلس. وكانت ده في الفترة دي كانت وجهة نظري او رؤيتي. موضوع فيلم سنترال قايم اساسا على فكرة ازاي احيانا المجتمع بيخبي وراه حاجات ما بيظهرهاش. يعني يعني بمعنى اصح، يعني هي فكرة التابوز بتاع المجتمع اللي دايما بيحاول يخفيها. الفيلم بنت بتتصنط على المكالمات لانها بتشتغل في سنترال شعبي، ومن خلال تصنطها على المكالمات دي بتكتشف حواديت الناس اللي بتتقال ورا الكباين غير ما بتتقال في الشارع او في اي مكان. وبتلاقي نفسها هي شخصيه متورطه في حواديت وفي قصص من اللي اتقالت في الفيلم. كانت الفكره هنا ازاي ممكن تكون اضعف شخص في الحلقه هو اكتر شخص عارف او عالم بكل اللي بيحصل، لان هو مكانه او الظروف خلته يكون هو المسيطر لان هو اللي يعرف. الكول سنتر فيلم ما كانش فكرته الاول السنترال ده. كانت الفكره ان انا كنت قاعد في قهوه وبالصدفه كان معايا ريكوردر بيسجل، وكان بيسجل غلط. ولما رحت البيت لقيت الريكوردر ده مسجل حاجات غريبه جدا وحكايات وحواديت، وانا ما كنتش وانا قاعد في القهوه دي ما كنتش ابدا متخيل ان الكلام ده كله بيتقال حواليا. اوكي، فكرت ان انا عايز اعمل ده بس بحاجه فيجوالي اكتر ما هي صوت، يبقى اكتر ما هي اوديو هتبقى يعني صوره. ولقيت ان السنترال هو اكتر مكان الناس بتحس ببرايفسي جوه الكابينه وهما بيتكلموا في التليفون وبيتناقشوا في مشاكلهم وفي حوادثهم. دي بدايه الموضوع. حسيت ان انا عندي كذا حدوته ممكن احكيها من خلال الكباين دي ومن خلال الشخصيات اللي بتيجي تتكلم في التليفون. حواديت انا اعرفها كويس، عشان كده لما عرضت الفيلم الاول للناس اللي انا اعرفهم قالوا ايه ده، احنا عارفين الشخصيه دي، مش عارف مين ده، ده ازاي طلع، هم عارفين كده. وعلى اساس كده كمان كنت حابب ان الموضوع يكون امبروفايزنج اكتر او ارتجالي، بمعنى ان انا اتكلم مع الممثلين في ان الموضوع حوالين كذا والحدوته بتحكي عن كده، وهم بياخدوا راحتهم اكتر في ان هم ده كان طبعا بيحتاج بروفات اكتر، بس في الحقيقه بيدي برضو طبيعيه اكتر، وده اللي انا بدور عليه، ازاي نكون اقرب للطبيعي. حضرتك في عرض جديد للبيك تيستي وعروض الهابي ميل، وجبة الأطفال المفرحة مع عروض ماكدونالدز المعروفة بيج ماك، ماك رويل. بصي أنا عايز أنام معاكي. أنا متصور إن الأصعب من الكبت أو الأصعب من القهر هو التعود على القهر أو التعود على الكبت. الناس لما بتتعود على الكبت بيبقى ده مرحلة متطرفة جدا جدا، بيبقى صعب معاها العلاج. افتكر ان ده الحاجه الاتراكتيف اللي كانت جذباني، ازاي الناس تعودت وتحايلت وتعاملت مع انها مكبوته ومقهوره وبقى يتعايشوا عادي. هما بيتحايلوا على مين؟ هما بيتحايلوا على بعض. في الاخر احنا بنتحايل على الفقر، بنتحايل على القهر مع بعض كمجموعه عشان نفضل عايشين. وساعتها بيبقى الفكرة ان انا اخرج بره الاطار ده صعبة جدا، ولو ده حصل بيبقى حاجة برضو بالنسبة لي اتراكتيف، ان في شخصية خرجت بره ده زي البطلة في فيلم سنترال، خرجت بره ده وبشكل ما قلبت الامور اصلا على عقب. يعني قلبها منك برضو يا شيخ، ولا انت اللي ما كانش معاك فلوس فاديتها له رهن عشان يجيب لك البت اللي انت وديتها للشيخ سيد؟ وديتها للشيخ سيد؟ وديتها للشيخ سيد يعني ايه يا ياسر؟ ده جواز شرع ربنا. شرع ربنا يا شيخ؟ يا شيخ ده الشيخ سيد ده ربنا يديله الصحه، يعني بيغير اربع جثث كل اسبوع. الجنس هو تيمه احيانا الافلام بتتكلم فيها، هو احد التابوهات المحرمات الثلاثه، سياسه جنس دين. وفي الحقيقه ممكن يكون جد زي ما يكون رمز او في الحقيقه انا كنت مهتم ان انا اسرد الحواديت اللي انا عارفها. الحواديت اللي انا اعرفها بيبقى جواها الجنس مقصر، وعشان كده كان وجوده منطقي ودرامي، بالاضافه لان الجنس دايما بيبقى يعني على المداري في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها
وهو تابو يعني، فدايما متداري ودايما، وده كان ارتباط اصيل بموضوع الفيلم اللي بيتكلم عن الكبائن، ما وراء الكبائن المختفية.